هذوما نقاط تلحيم، خياطة تاع التلحيم، تاع التلحيم الحديد، وكل واحد كيفاش يخير يعني منهاج، كيفاش يخيط التلحيم تاعو ويمشي على المنهاج تاعو حتى يكمل يعني المنطقة المرجو تلحيموها. المحترفون ينقي الحديد وقبل ما يلحم ويترك اللي بما يسمى شفرة، لازم تخليه شفرة، لازم تخليه ليسباس، هذاك ليسباس هذاك ضروري جدا جدا جدا، وين يدخل التلحيم بين القطعتين، وين يدخل التلحيم بين القطعتين ضروري تخلي حسب الالكترود اوروبي اللي راك تخدم به، بحيث كاين الحساب كي تدخل الالكترود اوروبي يكروشي في الشوفران اللي راك دايرو، يكروشي صدر ما يفوتوش، ما يدخلش للداخل كامل. مثلا انك تلحم زوج انابيب، كي تحط الالكترود اوروبي تدخل داخل الشوفران وتحصل، ما لازمش تخرج، هذاك هو القيس يعني شحال تخلي لو شوفر. دوك شفت بزاف ناس محترفون فوق الطلاء بايكون الاخضر هذاك يا سعودي، علاش؟ باسكو تاكل على لا تومبيراتور 1400 دوغري، يقول لك هذيك لا تومبيراتور 1400 دوغري 4000 دوغري، يقول لك هي اللي طير الصبيغه. وعليكم السلام ورحمة الله. أسلام مرحبا، لاباس؟ لا ما شفتوش، ما جاش اليوم. تفضل. لا الريغلاج تاع لا تومبيراتور تكون كومباتيبل مع الالكترود اللي راك تسودي به، وكومباتيبل كذلك مع السمك تاع الحديد اللي راك رايح تلحمو، هذا كذلك ضروري جدا نتكلموا عليه في هذا الدرس تاع التلحيم. لي بيسور تاع الحديد يكون مع الالكترود يعني ملائم للالكترود اللي تسودي به، الالكترود اوروبي يكون ملائم مع السمك تاع الحديد، وبما فيها لو ريغلاج تاع لومبيراج تاع لو بوست اسودي تاع التلحيم. هذا كان كلش التقنيات هذه كلش لازم تكون، يعني التقنيات هذه كامل لازم تكون انسان يلحم الحديد على علم وعلى درايه بهذه التقنيه، ويستعمل التقنيه في التلحيم، هذا ضروري جدا 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 استعمل التقنيه. اما اليوم رانا نشوفوا بعض منا محسوب لي سودور، كي يكمل لا سودور راح نضرب طلع نبدا نشوف لي سودور تاعو، شوف ما عندهمش ما كاش يعني ما كاش اتقان في العمل، ما كاش اتقان، ما تشبهش لا سودور هذوك وين جوز الالكترود تاعو وين سودا، ما تشبهش التلحيم، ما عندها حتى علاقه مع التلحيم، ما عندهاش ان اسبي كيما هاد الرسومات اللي نوري لكم هنا على التلحيم، ما عندها حتى علاقه مع التلحيم، سواء من ناحيه كيفاش كان يخيط او من ناحيه كيفاش كان مريغلي لاباري تاعو على لومبيراج والالكترود، اسكو دارهم يعني ملائمه مع الطوله وليبيسور السمك تاع الطوله اللي راهو يسودي بها، هذا ضروري نتكلموا ديجا. ورانا حشري في بوستا سودي غير على جن هذايا، وعندي به خدمه، ماشي غير على جن هذا، عندي به خدمه، تسمى نسحق البوستا سودي. نتلاقى في ساعة الخير إن شاء الله في أمل الله. سلام. كما يقولوا اكسكوزي مو دو سيت اكسبريسيون، كاين بعض نقاط التلحيم قاعد نشوف فيهم يشبهوا حتى حاجة من هادو يشبهوا حتى حاجة، تعرفي من يشبهوا اكسكوزي مو دو سيت اكسبريسيون، يشبهوا شغل كأنما حاشاكم خنونة راهي محطوطة بين القطعتين المرجو تلحيمهما، شغل الخلونة هي محطوطة، الإنسان كي يخدم عمل يخدم بإتقان، خدم بمعرفة بعلم، تعاوش راك تخدم، طالع شوية أنت داخل في الدومين، ما تكفيش غير لابراتيك، تعلمت تسودي غير بلا براتيك، لازم تتعلم لا تيوري والكاركتيريستيك تكنيك، ضروري جدا 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 تكون مطلع وعلى على علم وعلى درايه بلي كاركتيريستيك تكنيك تاع نقاط التلحيم.
واش كيفاش تستعمل آلة التلحيم. هذا ضروري جدا جدا جدا، نعطوهم دروس تحفيزية للمبتدئين في عالم يعني التلحيم الحديث. في أمان، تفهمونيش غلط برك، هذه حقيقة موجودة صحيح.